بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا خذ بأيدينا إلى شط السلامة، وهي سلامة منك يا سالم، يا من تحب الإسلام وتحارب من عادى هذا الإسلام الذي هو خير الأديان. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد. قلنا كملوا قصتنا الموجزة، قلنا ملاحظ دقيق، رأى لي لا سبيل إلى أن يقع تخليص هذا اللي هو بصدد الموت، رعقة. فتفطر أن إذا كانت الطريقة دي غير مثلى، حل طيب أي يبقى على الحياة، فلا بد أن تعكس الأمور من وجهة نظر قريب. فكان هو ذلك القريب، قال له خوه، أو هات يدك أو هات ما في يدك. قال خوه يدي وما في يد. الآخر بطبيعته قال روحه مع الخطاب هذا، قال روحه مد يده ولا خرج منه. يعني لو كان بنو صهيون والكرم والكناس فهموا أن لازم يبدلوا من حال إلى حال عكسية، من حال البعد عن الله وإسخاطه إلى حال القرب وإرضائه، لكان خيرا للجميع. اقتطف المشاكل العالمية كلها، لا حروب لا ظاهرة ولا باطنة، ولا تسخير الكثير للقليل، ولا ولا ولا. إذا نعود إلى الآية الكريمة هذه، لعل البعض منكم يستفيد من رسالات القرآن بفضل الرحمن. هو القرآن وهو خير ما تحصل عليه الثقلان في باب كلام المولى، لا بارول ديفين اللي توت كورانيك اي نول اوتر بارول ديفين ديني دو كونفيونس. والسلام على من اراد ان يكون من اهله، والسلام عليكم ورحمه منه وبركاته.